أقامت سفارة مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من أصحاب السمو والمعالي والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والإعلاميين ورجال السلك الدبلوماسي والمال والأعمال والمواطنين البحرينيين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الحفل رفع سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. وأكد سعادة سفير مملكة البحرين في أبوظبي خلال كلمته التي ألقاها في الحفل أن العلاقات الإماراتية البحرينية تمتد جذورها لعقود طويلة، معربا عن تقديره وشكره للإمارات وإلى الحضور لمشاركتهم أفراح مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وتم خلال الاحتفال عرض فيلم وثائقي يستعرض العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تدشين كتاب زايد والبحرين من إعداد وتوثيق الإعلامي يوسف محمد الذي قدم الكتاب بمعية سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة لتدشينه من قبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.